تحولت جلسة مجلس الوزراء والاجتماعات التي سبقتها إلى جلسات استماع قبل صدور الحكم الأسبوع المقبل لمزيد من المشاورات بصيغة لا غالب ولا مغلوب في الملفات الخلافية، نتائج المدرسة الحربية وملف الكهرباء. وزير الدفاع موريس سليم حضر إلى السراي متسلحا بحل أطره بالقانون بحسب وصفه إنقاذا للتخبيصات التي حصلت في نتائج الكلية الحربية، يقضي بضم 55 تلميذا ضابطا جديدا تتم إضافتهم إلى الدفعة السابقة. 118 تلميذا ضابطا ممن اجتازوا الاختبارات وهم 59 مسلما و59 مسيحيا إلى الكلية، على قاعدة أن قرار الحكومة السابق يتيح إدخال 173 ضابطا، علما أن قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي انضم إلى الجلسة كان أشار في وقت سابق إلى أن لا إمكانية لزيادة العدد بسبب تخفيض المعدل إلى 6 علامات من أصل 20 للوصول إلى نجاح 118 ضابطا مرشحا، وهذا تحديدا ما وصفه سليم بالمخالفة، خاصة أنه مع خفض معدل النجاح سيفتح الباب أمام غير الأكفاء بالنجاح. سليم نفى أنه يمارس سياسة الكيدية مع قائد الجيش. دورة الحربية كان لازم قبل ما تجرى المباراة يصدر قرار عن وزير الدفاع الوطني بناء للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية. هذا لم يحصل، أجريت المباراة وفيها عيب أساسي، ما صدر عن وزير الدفاع الوطني قرار بقبول الطلبات اللي هي تستوفي شروط لإجراء المباراة. هيدا الخلل بكل شيء بالإعلام، لاحظ أنه بيتخطوه لأنه يمكن عدم معرفة. اسمحيلي، المجلس العسكري عزيزتي في خلل بنى بالأساس. المجلس العسكري بكل شيء بده يوافق، المجلس العسكري بيرفع لي كل شيء، هو إحدى المؤسسات التابعة لوزير الدفاع الوطني وهي تقر أشياء فوق سلطة قائد الجيش. من بعد ما يخلصوا فوق سلطتهم في وزير الدفاع بيرفعوا له كل أعمالهم، كل ما هو غير عملاني قائد الجيش ما بيقدر يعمله إلا ما يرفع المجلس العسكري، والمجلس العسكري ما بيقر لما يبعث لوزير الدفاع. طيب سؤال الرأي العام، متى تنتهي الكيدية بين وزير الدفاع وقائد الجيش؟ اسحبوا أمور الضباط إذا بتريد، اسحبوا الكلمة من الإعلام. أنا ما عم بعمل كيدية مع وزير الدفاع مع قائد الجيش، شرحت له الطريقة اللي فينا أنقذ فيها الدورة وزيد عليها 55 تلميذ. هلأ 118 اللي هو بيقول أنه اعتبرهم مصنفين كلهم محفوظ حقهم، وعم قل له بزيد عليهم 55 تنكمل العدد الموجود. إذا عملوا دورة تانية بتمشي يعني؟ اسمحيلي السياق يضل ماشي لحتى يكون العدد اكتمل وفق قرار مجلس الوزراء اللي بيقول انه 173 تلميذ ضابط هيدا الموافق عليه انه ناخذ. الملف الاخر الذي حل على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال كان ازمة الفيول العراقي، فحضر ايضا وزير الطاقة وليد فياض الى السراي حيث شرح وجهة نظره، فاعتبر ان زيادة التغذية ضرورية وان الفيول العراقي وحده لا يكفي. مجلس الوزراء استمع الى مداخلة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك في ازمة الكهرباء، اضافة إلى مداخلة أحد الضباط فيما يتعلق بالفيول في معمل الزوق الحراري. الموضوع قيد البحث، أجا وزير الدفاع شرح وجهة نظره وأجا قائد الجيش كمان شرح وجهة نظره، ما طلعت نتيجة من هالاجتماع. النتيجة أنه لح يتكلف مجلس وزراء، يعني وزير أو وزيرين لح يهتموا باتصالات مع قائد الجيش ووزير الدفاع تنقرب وجهات النظر. إذا وصلنا لنتيجة بنعمل جلسة مجلس وزراء سريعا وبيتخذ القرار الملائم لهذا الموضوع. هلا هي سألت إذا الموضوع بينحل قبل الخميس، قلنا لكم الموضوع بينحل قبل الخميس، رح تعرفوا فيه. لا أنه بدي أقول لك شغلة، يعني موضوع الأموال أكيد في حل لموضوع الأموال، يعني ما في لا هي الأزمة منا، يعني منا إذا بدكم بالحجم السلبي اللي أنتم كلكم سوا مفكرين فيها. هلا هي منا مسألة أموال فقط، يعني إنما الموضوع هو مشربك أكثر من هيك. بجميع الأحوال يعني بنرجع منأكد أنه الموضوع إن شاء الله بيكون محلول قبل الخميس. نحن عندنا خط الطوارئ بالمطار، نحن عندنا 4 موتيرات كبار بيزودوا كل أرجاء المطار ومبنى الركاب، وفي عندنا موتيرات أصغر حجما أصغر من 2 ميجا لمبنى الركاب، وبالتالي عندنا خط الطوارئ موجودة. وأنتوا أكثر الناس بتعرفوا أنه المطار ما بتنقطع فيه الكهرب، لكن نحن دقينا جرس الانذار امبارح صباحا على اساس ما تكون خطه الطوارئ ان تصبح خطه مستمره لتزويد المطار بالكهرباء، لانه ما بنعرف نحن المطارات ما بتقدر تكون شغاله 24 24. وبالتالي اليوم موعدنا امبارح والامر ما زال مستمر انه بعد الكهرباء رجعت للمطار من امبارح الساعه 12، ونامل باستمرار تغذية المطار بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان، لأن المطارات الموجوده هي فقط للطوارئ. هلا في البعض بيقول مرات المكيفات الشلر بتوقف والتكييف بالمطار، مجرد ما تنقطع الكهرباء العادية
مجرد مطارات الكهرباء العادية. الشلر بحاجة لنص ساعة ثلاثة ربع الساعة ليرجع يقلع من أول وجديد لو حتى على المطارات، وبالتالي من الممكن أنه بهالوقت بتكون واصلة طيارة، فهيدي معدل النص ساعة بتكون مرات بالمطار في تأخير نص ساعة، ومنعتذر من جميع المسافرين. وكان الرئيس ميقاتي أكد في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنه مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسع الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب.